في وقت ليس ببعيد أصابني الملل في مسكني، وقررت الخروج في نزهة قصيرة وسريعة لعلي أستزمم قليلا. اتخذت طريق الوادي سبيلا لي، وبدأت أستمتع بألوان الزهور على جانب الطريق، ألتفت يمينا وشمالا كي لا يفوتني أي مشهد كان. بخطوات متثاقلة مشيت ومبتغاي عين الوادي، أرتشف من مائه العذب رشفة تشفي غليل غيابي عنها، وأستعيد بعض ذكريات الصبا التي مزقها الدهر بمخالب الزمان التي لا تحن في العمر ولو لمرة. أخذت أستأنس بزقزقة العصافير وخرير المياه ونسيم الصباح، وأرجلي تتلاعب على فخر الوادي تارة أو على الرمل تارة أخرى، فإذا بأذني تجذب لي وقع أنامل في وعاء يحدث نغمة أطرب من القيتار. بدأت أستشعر مصدر الصوت الرنان، وما زلت أنصت حتى اكتشفت أنه آت من عين الوادي المعلوم، فهرولت مسرعا لعلي أثر بصاحب المعزوفة قبل رحيله عن المكان. لما أوشكت عن الوصول وقعت عيناي على مصدر الصوت الشجي، فوقفت منبهرا من دقة الإيقاع المعزوف على الوهاب. لم تقف مقلتاي عن النظر إلى تلك الحسناء الفاتنة ذات الزي الأمازيغي العريق، ماسكة الوعاء بشمالها وأصابع يمناها تنشد سنفونية أمازيغية حزينة. وما إن استشعرت بوجودي حتى جعلت جمال وجهها وراء ستار الحايك الأبيض الناصع وكأنها ملاك.